أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبواب منفذ كرم أبو سالم أمام الشاحنات ولم تسمح بدخول المساعدات الغذائية والإغاثية إلى المدنيين في قطاع غزة. هذا وتستمر قوات الاحتلال في قصفها الجانب الآخر من معبر رفح البرية، حيث تستهدف المربعات السكنية وأماكن إيواء النازحين. المزيد يستعرضه محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصرية. نعم مشاهدينا الكرام، بعد تحية لازالت تغطيتنا مستمرة معكم عبر شاشة القناة الأولى لكل ما هو جديد بشأن تطورات المساعدات التي من المفترض أن تتجه إلى المدنيين في قطاع غزة عبر معبر رفح البري. اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تستلم أي من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية أو إنسانية. هذه الشاحنات التي كانت موجهة إلى الأشقاء المدنيين في قطاع غزة بحجة أن اليوم هو يوم السبت فهو أجازة من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي قوات الاحتلال لم تستلم أي من الشاحنات التي تحمل معونات مختلفة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. أيضا قوات الاحتلال على مدار الأسابيع القليلة الماضية رفضت وبشكل كامل استلام أي من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وأساسية للأسر الفلسطينية في قطاع غزة، وكانت تقوم برفض كل هذه الشاحنات، حتى أن عدد الشاحنات في بعض الأيام وصل إلى 4 شاحنات فقط وثلاثة شاحنات فقط، وبالتأكيد هذا العدد هو عدد يعني ضئيل جدا لا يتناسب أبدا مع الاحتياجات ومتطلبات الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني من أزمات وكوارث إنسانية بسبب الحرب على قطاع غزة. أيضا على الصعيد العسكري لازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس هجماتها العنيفة من الجانب الآخر من معبر رفح البري، وهذه الهجمات نسمع دوي انفجارها قادمة من الناحية الشرقية أو الناحية الغربية دائما ويعني على مدار اليوم. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن من مدينة العريش، وأعود إليكم مرة أخرى.